عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تتمة ديال هذا التمرين هذا اللي هو تمرين وفي نفس الوقت درس باش انك تعرف كيفاش ممكن لك تراسي لي كور دو نيفو. واضح؟ دونك نمشيو لهذا الكاري هذا باش انا نحاول نجبدو 70 80 يعني الاعداد اللي فيهم بحال ما هكا 10 20 30 40 50 وغادي هكاك 78 و 70 هنا هنايا ما خدامش ليا هنا خدمت فيه ياك. حاول نشوف هنا عندي ما بين 71 و 82 كاينه 80 يعني شنو غادي ندير نحاول نمسح هذا الشيء باش نلقى فين نخدم باش نلقى فين نخدم ها هي فوالا ندير طق 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 ندير 71.70 82.30 وبغيت ندير هنايا راه كاينه 80 ما بين هادي وهادي راه كاينه 80 يعني تجيني بلا ما بين 82 30 و 71 70 هو 10 60 هو 10 60 وما بين 80 و 71 70 هو 38 شي كولو 5 وهنايا اكس. نحاول نقلب لا فاسون ديال الخدمه ما غاديش نولي كندير التين في ديسونس نولي كندير لي ديسونس على التين في دونك 5 على 10 60 هادشي ما كيتغيرش كي درتي هذا على هذا كي درتي الاخر بحال بحال اكس على 8 30 علاش درت باش دائما تبقى لي هاد اكس ما تعنجكمش هاجي الجهه اللي هي دونك تكون اكس ايغال 5 فوا 8.3 على 10.60 هنايا ابليكاسيون نيميريك يعني فوا 8.3 ومقسمة على 10.60 اللي هي 3.91 اللي هي 3.91 نحاول نجيبوها واحد جوج تلاتة أربعة 3.91 تقريبا بتجينا هنا هادي هي 80 ديالنا واضح هادي هي 80 ديالنا دونك فين غادي نمشيو دابا غادي نحاول نمشيو لهذا 71 و 70 ما غاديش يكون والو كيف ما بين 78 و 70 ما غادي يكون والو نحاول نشوفو ما بين هنايا بلاصه المايله ما غادي يكون والو حتى هو وليني في هادي غادي يكون هادي غادي يكون هنايا راه غادي يكون حيت ما بين 70 و 82 واضح رسمون ها هو شوف يكون عندي بيكون عندي هنايا 70 70 نيترا اصلا في بلاصتها وهنايا 82.30 وحنايا بغينا نقلبو على الكورب ديال 80 مزيان هادشي راه شوف غادي وكيتمشى بوحدو تيتمشى بوحدو يعني ما يديش ليك الوقت واضح مزيان شحال كاين عندي عندي هنايا 12.30 وهنا عندي 10 شحال بتكون هنا 7 وهنا اكس يعني بتكون 7 على 12.30 إيكال إيكغيك على 10 بتعطيني إيكغيك إيكال هاد 10 بين الجوانب هي 7 فوا 10 على 12.30 يعني 70 مقسمة على 12.30 لي هي 65 نحاولو واحد جوج تلاتة أربعة ستة جناش وبالتوت تقريبا ستة حركة حتى
نحاول انا ينجي بوزن في تنحاول. واحد المسألة الإخوان دابا هنايا هاد جوج ديال الكروات ساليناهم مابقاش فيهم شي حاجة، يعني بإمكاني أنني مثلا نطراسي، يعني نجيب بحال مثلا هكا، هذا نتجيل هذا، هذا نتجيل هذا، هذا نتجيل هذا، كيبان ليا الرؤية بدات كتوضح، ياك الرؤية بدات كتوضح، ولأن حنايا نجيلو بحال ما هكا، نجيلو هكا، نجيلو هكا، نجيلو هكا، وحتى هذا نجيلو ليه هكا، ما نطراسيوهش دابا. امتى نطراسيوه؟ حتى نديرو هادوك جوج ديال الكروات الاخرى، فهمتي؟ باش تكون رؤيه واحده ويجينا داكشي زوين ان شاء الله، فهمتي؟ دونك حاولوا نكملوا، نحاولوا نزربوا واحد شويه، نمشي باش نستغلوا شويه ديال الوقت في اشياء اخرى. نمشيو للكارو الفوقاني ما بين 74 و70 ما غادي يكون والو، ياك بين 74 و70 ما غادي يكون والو، لان ما بين 77 و10 و75 غادي يكون 85.40 77.10، ياك هنايا بتكون 80، هنايا يا سيدي شحال بتكون عندي؟ بتكون عندي 85.40 موان 77.10، يعني بتكون 8.3، وهنا بتكون 80 ناقص 77.10، لا تقع في الماط 92، هنايا 5، وهنا لا ديستونس اللي بغينا نقلبو عليها، يعني 8.3 على 5 إيكال 2.9 على إكس، هادشي كيسوى أن إكس إيكال 2.9 × 5 على 8.3، ياك يعني 2.9 × 5 تساوي 8.3 اللي هي متر وربعة وسبعين. نحاولو، واحد جوج ثلاثة أربعة، متر وربعة وسبعين من هاد الصغير تقريبا هنا، يجب تكون 80، ياك يجب تكون 80، هذا داز ما بين 75 و 82 ما كاين والو، ياك يعني هنا ما بين 74 و 85 كاين، وما بين 77 هنا كاين، مزيان. دونك مازال ليا جوج في هاد الكارو هذا، غنحاولو نديروهم ونزربو عليهم دغيا ان شاء الله. نديرو 74، نديرو 74، لا نديرو 85.40 ناقص 74، عطتنا 11.4، ياك 80 ناقص 74 شحال هي 6، هنا 5 وهنا إكس، ياك. دونك أنا أشنو خصني ندير؟ كيما ديما القاعدة، يعني كيف ما حنايا شفنا هنايا، يعني خصني انا نكمل الكالكول ديالي ما بين هاد لا ديستونس، ما بين هاد لا كوت، وهاد لا كوت هي اللي بغيت نكالكولي انا دابا، واضح؟ دونك عندي 14 40 في التيني بلاي، دونك بتكون عندي 14، بتكون عندي 11 40 عفوا 11 40 على 5 على 7، ياك بتكون على 7 حدا جميلة على 7 كتساوي ليا 6 على إكس، ستاجير 6 في 7 مقسمة ليا على 11 40، 6 في 7
مقسمه على 11 40، اللي هي 3 68. 3 68 ملي من هنا، لو بتكون عندي 1 2 3 4 5 6، ياك دونك 3 68 على 3 68، بتكون عندي تقريبا هنايا، هنايا فين بتكون عندي 80. واضح ما بين هنا وهنا كذلك يمكن لي انني نكالكوليها، ولكن كيبان لي انه راه دايز، فهمتي؟ دايز ليا العلين ديالي، يعني بلا ما انني نضيع فيها حتى هو الوقت، فهمتي؟ بحال ما هكا تكون دايزة بحال ما هكا، هذيك الساعة نشوفو ماشي مشكل. نشوفو شحال تجيني بلي، شحال تجيني بلي بيكون عندي هنا هكا، بتكون عندي تكون عندي هنايا وتكون عندي 82.30 هنا 77.10، يعني 82.30 موان 77.10 اللي هي 5.2، وهنا بتكون عندي 7، هنا 80، يعني 80 ناقص 77.10 هي 92، ياك؟ يعني أنا أشنو غادي ندير؟ غادي نشد 5.2 على 7 إيكال 2.9 على إكس، سيتاجيغ أن 7 مضروبة في 2.9 مقسمة على 5.2، يعني 93. 93 منين؟ من هنايا، هنا اعتبرها 1 2 3، تقريبا بتجيني هنا، شي تقريبا بتجيني هنايا 8. دونك ما بين هنا وهنا، دابا انا كالكوليت هاد سميتو هاد 3 جول لي كاري، نحاول نكالكول ما بين هذا وهذا، ما غاديش تكون ما بين هذا وهذا، ما غاديش تكون، هذا راه محسوب. دونك اشنو هما اللي غادي نكالكولي دابا؟ غادي نكالكولي هذا، كيف ما قلت لكم هذا الشيء راه كيدي شويه ديال الوقت، ولكن راه اجباري عليا انني نعرفو، اجباري بشكل اجباري، فهمتي؟ دابا راه المساله بقات هي مساله كالكول. هنايا بتكون عندي 85.40 77.10، ياك دونك 85.40 ناقص 77.10 هي 8.3، هنا بتكون عندي 5 وهنا إكس، هنا 80 ناقص 77.10، ياك لي هي أسيدي 2.9، فهمتي؟ دونك هاجي 8.3 على 5 كتساوي ليا 2.9 على إكس، سيتاجيغ أن 5 مضروبة في 2.9، 5 مضروبة في 2.9 قسمة على 8.3 اللي هي متر و75، من هنايا بتكون على متر، تجيني هنايا 80، نجيب تجيني هنايا، هذا راه ميمكنش نحسب بيه، يعني باقي لينا هاد الجوج هادو، نحاول نحسب غير واحد فيهم، حيت في الغالب غادي يكونوا محاجين مع بعضياتهم، عاد ما هكا، أنت نحسب، هنايا 85.40 71.70 لو تكون 80، ياك مزيان، واه ركز معايا الله يستر عليك، ركز معايا شنو غادي ندير، شنو غادي ندير، نحسب هادو 85.40 موان 71.70، هنا بتكون عندي 13.7، وهنا 80 ناقص 71.70، يعني بتكون عندي 8.3،
هنا راه عندي 7 في لا ديستانس، وهنا غتكون عندي اكس. دونك غتكون عندي هادي على هادي، وتكون عندي 13.7 على 7 ايغال 8.3 على اكس، ياك اللي هي 8.3 مضروبة في 7 ومقسمة على 13.7. يعني لا ديستانس ديالي هي 4 تقريبا، ها هو 1 2 3 4 ان بو بخي هنايا 8، فهمتي؟ بامكاني انني نزيد حتى هذا، نعاود نوجهو مزيان صافي. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا حاجه وحيده اللي هي انني نطراسي لي كورب اللي عندهم لا ميم كوت. بحال مثلا هنايا ها عندهم كاملين 70، حيت كيف ما قلنا انا الكورب نيفو هو واحد لين ايماجينير كي ريبريزونت لي كوت اللي عندهم لا ميم فالور. نجيو من هنايا هكا 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 صافي. دونك انا هاني قد جيت لي كورب نيفو ديال هاد البلاصه هادي، هاد الكورب ديال 80 وهاد الكورب ديال 70، واضح؟ وكنتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم ديال هاد المسائل هادي، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.